بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عشاق المستديرة أينما كنتم عبر الحياة وفي متابعة أحداث الدوري المصري والأسبوع العاشر. هنا استاد كلية الشرطة وضربة البداية الذي يستعد حكم المباراة شريف رشوان بإطلاق صافرته معلنا على بدء هذه المواجهة بين الداخلية وإنبي. إذن ضربة البداية مع فريق إنبي، مباراة في الواجهة في واجهة هذا الأسبوع، الأسبوع العاشر، وبالطبع ميت هذه المباراة. أيضا الداخلية يحاول العودة للصدارة وهو الفريق الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن، وأيضا إنبي الفريق الآخر الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن. إذا هذين الفريقين الوحيدين اللذين لم يتعرضا لأي هزيمة في الدوري من المباريات والأسابيع اللي فاتت، وأكيد اليوم سيكون الأداء في شوية تحفظ من الفريقين، والهدف لاقتناص الثلاث نقاط سواء لإنبي سواء للداخلية. وتاريخ المواجهات السابقة تذكر دائما علو كعب نادي إنبي على فريق الداخلية رغم قلة طبعا المباريات اللي كانت في تاريخ المواجهات لهذين الفريقين ربما الداخلية أحدث في حضوره وفي وجوده في دوري الأضواء. إنبي أقدم منه بالطبع في وجوده، وهذه كرة وبداية سريعة ومحاولة أولى وربما تأتي من جديد، وجول! واحد من أسرع الأهداف في الدوري هذا الموسم في انطلاقة سريعة، والداخلية بالطبع يفاجئ ويباغث إنبي بهدف أول. محمد جمال في مطلع الدقيقة الثانية من الشوط الأول من بداية المباراة. بالطبع حلاوة الكرة بالأهداف وهذه البداية السريعة، والكيد الكثير مازال في هذه المباراة. شوفوا الإعادة، نشوفوا الكرة، ونحن لم نذكر بعد تشكيل الفريقين. عمرو مرعي، والمتابعة تكون ممتازة من محمد جمال، ويكون الهدف الأول في هذه المباراة. وهذا طبعا المدير الفني لنادي الداخلية علاء عبد العال. هذه البداية أكيد يتمنى أي مدرب أن تكون هذه البداية بهدف مبكر، أكيد ستكون منعرج آخر في هذه المباراة وبدايتها بالنسبة لفريق الداخلية، فريق بالطبع من الفرق الصعبة عندما تتقدم تقاتل من أجل المحافظة على النتيجة. هذا ما فعلته في قمة لقائه أمام مصر المقصة في استاد الفيوم، عندما لعب المقصة وسيطر على مجريات اللعب، في النهاية فاز الداخلية بهدف. الداخلية يعرف من أين تؤكل الكتف ويعرف كيف يتعامل، كيف سيكون الرد بالنسبة لإنبي وبقيادة مدربه الكابتن هاني رمزي. سنتابع وسنذكر أيضا بالتشكيل الفريقين، ربما ذكر في الاستوديو ولكن أعيد إليكم إن شاء الله التشكيل. ولكن شاهدوا هذه الكرة الخطيرة، وهنا بالطبع عبد المنصف، بداية سريعة جدا كانت للداخلية، وهاني رمزي أكيد مدرب تغضبه هذه البداية، وهدف مبكر يربك الحسابات ويبعثر الأوراق. كل الأمور تكون معاكسة عما كان مع التعليماته الأولى، أن تكون البداية الحذرة والتخوف، ولكن وسط الهفوة والسهوة يتمكن ويتنس الهدف الوحيد محمد جمال بالنسبة لفريق الداخلية. تشكيل فريق الداخلية في هذه المباراة: أحمد فوزي لحراسة المرمى، جهاد جنيدي رقم 24، حسام عبد الجواد رقم 7، ورجب بكار رقم 2 على اليمين، محمود منصور 12 على الشمال. أربعة لاعبين في وسط الملعب: سريال بيالا 31، إيمانويل إجبتور 25، أحمد صديق 8، صاحب الهدف محمد جمال 20، أمامهم في الهجوم حسام حسن 13 وعمر مرعي 9. هذا تشكيل المدرب الكابتن علاء عبد العال، 4-4-2 طريقة اللعب. بالنسبة لفريق إنبي: محمد عبد المنصف لحراسة المرمى، رامي الصبري في قلب الدفاع 8 بجانبه إبراهيم يحيى 4، على اليمين سالم صافي 18، محمد ناصف 16، محوري وسط الملعب صلاح سليمان 6، نور السيد 14،
ثلاث لاعبين امامهم: صلاح عاشور 10، لاماكولين 21، محمود قعود 20، وائل فراج 19. عنده اوراق هجوميه كبيره جدا يلعب بها هاني رمزي في التشكيل الاساسي في هذه المباراه. 4-2-3-1 هذه بطريقه اللعب بالنسبه لفريق امبي. وضعيه امبي في الدوري في المركز الثامن بعد ان لعب 7 مباريات، فاز في 3، تعادل في 4، لم يخسر، سجل 11 عليه 7 و 13 نقطة في رصيده. أما فريق الداخلية المركز الثاني، الفوز يعني له العودة للصدارة، وهو خاض 8 مباريات، فاز في 6، تعادل في 2، ولم يخسر، سجل 9 أهداف عليه هدف واحد، وهو أفضل فريق وأفضل دفاع في الدوري حتى الآن و20 نقطة. الفوز يحتل الصدارة منفردا بها على حساب المقصة اللي يتصدرها بصفة مؤقتة، ولكن المقصة اللي لعب 10 مباريات فاز في 6، تعادل في 3 وخسر في 1، والخسارة الوحيدة للمقصة كانت أمام الداخلية في استاد الفيوم بهدف واحد. والمقصة عنده 21 نقطة، والداخلية عنده 20 نقطة، الفارق نقطة، والداخلية تنقصه مباراتان عن فريق المقصة. ولهذه البداية أكيد أفضل السيناريو اللي بالطبع يتمناه علاء عبد العال، وكيف ستكون النهاية وكيف سيكون الرد ومحاولة إمبي للرد على هدف الداخلية في بداية هذه المباراة اليوم اللي شهد في المباراة الجولة 10، طبعا مباراة أسوان وسموحة، والذي انتهت بالتعادل 0-0 في استاد أسوان، والإنتاج الحربي في استاد الإسماعيلية مع المصري البورسعيدي انتهت ايضا بالتعادل السلبي 0-0. هذه ثالث المباريات بالنسبه لثاني الايام الجوله 10، واللي انطلقت كانت يوم الاربعاء بلقاء الاسماعيلي مع المقصه، واللي فاز فيها فريق المقصه 4-1 على الاسماعيلي، وفيها خسر الاتحاد الاسكندري امام بتروجيت 0-2، والزمالك سحق غزل المحله 5 أهداف مقابل لا شيء. وتستكمل مباريات هذه الجوله 10 بيوم الثالث السبت غدا، المقاولون العرب في مواجهة اتحاد الشرطة في 2:30، حرس الحدود طلائع الجيش في 5، وادي دجلة والأهلي في 8:45 في استاد الدفاع الجوي. كرة تعود من هناك والتحول إلى خارج الملعب، وتكون رمي التماس لنادي الداخلية. طاقم التحكيم قوم شرط يقوده المدرب الدولي أو الحكم الدولي شريف رشوان، ويساعده كمساعد أول أحمد عطية، والمساعد الثاني أحمد صلاح، والحكم الرابع وأحمد صالح حكما رابعا. رمي التماس الآن لإمبي، المباراة لازال فيها وقت طويل. إمبي والبحث عن الهدف التعادل، عودة من هناك نور السيد، يحولها باتجاه إبراهيم يحيى، وتصل الكرة لسالم صافي في المنتصف، يلعبها صلاح عاشور طويلة في الأمام، ولكن تذهب لضربة ركنية ما كانش من السيطرة عليها بالنسبة لمحمود منصور. كورنر لإمبي في الدقيقة 9 من شوط المباراة الأول مشاهدينا الكرام. محمد ناصف في تنفيذ الكورنر، الظهير الأيسر لفريق إمبي، ناصف يحول الكرة، ولكن التغطية حاضرة من إيمانويل أجيبتور، وكورنر للمرة الثانية على التوالي لإمبي في هذه الدقائق من أحداث شوط المباراة الأول هنا في استاد كلية الشرطة. وكرة تلعب ولكن تذهب إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. المباراة بالطبع ليست سهلة على الفريقين، كما قلنا الفريقين لم يتعرضا لأي خسارة أو لأي هزيمة في الدوري حتى الآن، هما الوحيدين. هل سيحافظ الداخلية على سجله دون هزيمة أو إمبي؟ أيضا زالت المباراة فيها وقت طويل، ممكن أن يعود إمبي كما ذكرت سبقا، تقابلا 5 مرات فيما سبق. الداخلية لم يسبق له أن فاز على الإمبي في الدوري، وإمبي فاز مرتين، التعادل كان حاضرا بين الفريقين في 3 مرات. دائما التوقعات تشير الأغلبية تعطي للتعادل هي النتيجة النهائية لهذه المباراة.
لكن المتابعة الآن. خلال ما تابعنا لهذا الموسم عندما يتقدم الداخلية صعب جدا، الفرق الأخرى تعاني في العودة في المباراة، وهذا ما اثبتته المباريات التسعة والثمانية السابقة اللي شاهدناها لفريق الداخلية، واللي أعطينا مثل لمباراة استاد الفيوم أمام مصر المقصة. كرة تحول إلى خارج الملعب، تعود مرة ثانية لصالح فريق إمبي، كرة في المنتصف، المتابعة من إيمانويل إيجبتور، يحولها طويلة، يتابع عمر مرعي رجع الكرة الوراء، تقطع من نور السيد، محمد جمال مرة ثانية يحاول أن يكرر البداية الأجمل والأفضل ويسجل من خلالها واحد من أسرع الأهداف هذا الموسم 2015-2016 في نسخته 57. رمي التماس، الدوري الأعرق، الدوري الأقدم على صعيد القارة السمراء، هو إيجيبشن بريمير ليج. تعود الكرة من هناك، تمشي لصالح نور السيد اللي ينقلها إلى ناصف، محمد ناصف طويلة، والمتابعة من هناك، والتحول إلى خارج الملعب لتكون رمي التماس لصالح فريق إمبي. الداخلية سيقاتل من أجل الحفاظ على الهدف الوحيد الذي جاء في بداية هذه المباراة. قاعود، ومحاولة مرة أخرى لكن تقطع، جبتور، التحول الكرة من قبل أيضا أحمد صديق في الأمام، مقطوعة، تعود مرة ثانية من رامي صبري إلى ناصف، ولكن في صافرة من حكم المباراة شريف رشوان، والفاول لصالح محمد ناصف بالنسبة لفريق إمبي. دائما مزعج كثيرا فريق إمبي للفرق الكبيرة سواء الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي، دائما في السنوات الأخيرة كان حاضرا وكان أيضا رقم صعب جدا أمام هذه الأندية الجماهيرية، لكن اليوم في مواجهة الداخلية البداية بهدف مباغث عن طريق محمد جمال في الدقيقة ونصف من بداية المباراة. بعد دقيقة ونصف يأتي الهدف المباراة الأول. ربما كان البعض متشائم بهذا اليوم بأن مباراتين في اليوم الثاني بالنسبة للجولة العاشرة انتهت بالتعادل السلبي، كما أشرنا أسوان في استاد أسوان تعادل مع السموحة سلبيا، وفي استاد إسماعيلية الإنتاج الحربي تعادل مع نادي المصري. عبد المنصف حارس السابق لنادي الزمالك وحارس دولي سابق للمنتخب الوطني، إيمانويل جبتور، محمد جمال في باص الكرة لمرعي، تمشي وانطلاق لبكار باتجاه مرعي، الأقرب لها رامي صبري يؤمن خروجها كابتن نادي إمبي رامي صبري، ضربة مرمى، عبد المنصف إلى رامي صبري، لبناء هجمة بالنسبة لفريق إمبي. دينامو إمبي الآن نور السيد، إبراهيم يحيى لاعب السابق من نادي الإسماعيلي، تغطية من هناك من قبل محمود منصور، رمي التماس لإمبي، التنفيذ لسالم صافي. ربع ساعة في شوط المباراة الأول مشاهدينا الكرام، 1-0 للداخلية على حساب إمبي. عودة الكرة من هناك، رامي صبري ينقلها طويلة لكن ما تمكنش من وصول إليها صافي، تماس للداخلية من أقوى البدايات للداخلية في هذا الموسم، أفضل النتائج، شتان ما بين الداخلية الموسم الماضي اللي عانى الكثير وكان قاب قوسين وأدنى من الهبوط إلى الدوري المظاليم، ولكن تمكن من البقاء في آخر الجولات في آخر الأيام الموسم الماضي، لكن هذا الموسم بدأها بشكل ثاني بشكل مغاير كليا بنتائج
الأفضل على صعيد مشاركته في أفضل بداياته في حضوره ضمن دوري الكبار. وهذه محاولة قد يكون الثاني من هناك، مرعي يحاول عمر مرعي، ولكن في النهاية فاول لصال أو ضربة مرمى لإمبي. مشاكس في الهجوم بالنسبة لعمر مرعي لدفاع فريق إمبي ربع ساعة في هذه المباراة. الداخلية 1-0 عبد المنصف طويلة في صافرة، صلاح عاشور أمامنا من إمبي رقم 10، خطأ لصالح الداخلية. الانتصار يحلق وحيدا بالنسبة للداخلية في دوري إيجيبشن بريمير ليج، في دوري الامتياز الدوري الكبار دوري الأضواء. تماس محمد ناصف، ترجع الكرة الآن إيجبتور، تقطع من رامي، تمشي بالرأس مرة ثانية ومتابعة من جهة للخلف، عودة لما كولين مقطوعة منه وكرة تصطدم بإيجبتور. عبد العال، على عبد العال هو وإيهاب جلال أفضل مديرين فنيين من حيث النتائج وإدارة المباريات في الأسابيع اللي فاتت، ونتائجهم تدل على ذلك وما حققوه من نتائج مرضية للغاية حتى الآن. أيضا الأهم هو الاستمرارية عليها والمحافظة عليها، فهي مهمة وصعبة في نفس الوقت، تحتاج إلى عامل التركيز والانضباط التكتيكي واللياقي والفني والعنصر الاحتياطي، كل هذه العناصر لابد أن تتوفر للمدير الفني لقيادة الفريق ليكون المشوار الطويل اللي الباقي على هذا الدوري لإثبات عن هذه البداية المستحقة لفريق الداخلية كبداية مميزة. لو يواصل على نفس المنوال على نفس النهج سيكون الوضع مهم جدا لفريق الداخلية، قد ينهي في أحد المراكز المتقدمة أو قد يخطف الدرع، كل شيء وارد. ولكن كما قلنا الخبرة بالخواتيم أو العبرة دائما بالخواتيم، والخبرة تلعب دورها في نهاية المشوار، والكبار في النهاية ستكون لهم بصمتهم وكلمتهم وسطوتهم الكروية. هذا هو محمود قعود عودة من هناك، أحمد صديق رجع الكرة الوراء تلعب في الأمام عند عمر مرعي، سهلة في النهاية تصل عند إبراهيم يحيى. هناك لاعب واقع الأرض، سلامات من فريق الداخلية، تعليمات الكابتن هاني رمزي معه الكابتن طارق السعيد في الجهاز الفني. هذا عمر مرعي اللي لعب دور كبير في الهدف المبكر اللي جاء في مطلع الدقيقة الثانية من بداية المباراة. هي كانت بداية موفقة جدا لفريق الداخلية. ندخل في هذه اللحظات في الدقيقة 20 من أحداث هذا الشوط. يلا 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 يلا
تعود الكرة مرة ثانية ناصف لكن إلى خارج الملعب. حتى الآن الداخلية يفرض الإيقاع، يحاول قتل اللعب تمويت الأداء أكيد، ويجبر فريق إمبي ويجر لهذا النهج، وبهذه الطريقة قد تمشي المباراة وفقا لما يريده على عبد العال، وتمشي الكرة سريعة سريال بيالا ينقلها من هناك، يحولها باتجاه المتابعة مرة ثانية تكون مع فريق الداخلية والتسلل، كانت حسام حسن. إذن في صافرة من حكم المباراة، هذا هو عمرو مرعي، إذن فاول في منتصف ملعب نادي إنبي. هنا عبد المنصف، نقول الهدف البداية يكون في صالح المباراة وفي صالح المتعة، لكن حتى الآن الهدف والسيناريو الداخلية فرض شكل الأداء وفرض الأسلوب وفرض المباراة على فريق إنبي اللي حتى الآن واضح أنه لم يهضم بعد الهدف المبكر اللي جاء لنادي الداخلية. مع الوقت اللي يمر ونحن نصل إلى منتصف هذا الشوط الأول من المباراة، والأمور كلها الآن في وضعية تسير لصالح فريق الداخلية، حتى الآن ما امتلكش الحلول وما خلقش الفرص بالنسبة لفريق إنبي، سواء من الحلول الجماعية وفردية أو من خلال المهارة والحل الفردي العناصر المهمة جدا، سواء من لاما كولينو أو صلاح عاشور أو وائل فراق كراس حربة ومعه القناص محمود قعود، ودور محوري وسط الملعب وخاصة نور السيد وصلاح سليمان. تمشي الكرة الآن لإبراهيم يحيى للوراء من نور السيد اللي ينقلها إلى ناصف، ولكن كرة أي كلام. حتى الآن الوضعية المباراة تنصب في صالح فريق الداخلية، بهذه الكيفية الداخلية يفرض الأسلوب ويقتل لعب في الأداء لفريق إنبي اللي واضح أن نراه عاجزا في بناء الهجمة النموذجية في الوصول إلى منطقة الجزاء فريق الداخلية، بل اعتماد على بعض الكرات الطولية والكرات الثابتة من الضربات الركنية. حتى الآن لم يخلق الهجمة اللي تشكل خطورة كبيرة على محمد فوزي طيلة الفترة اللي مضت من عمر المباراة 22 دقيقة. هذه المتابعة من هناك على اليمين، وتمشي الكرة لبكار، والمتابعة لبيالا بيالا، ولكن الكرة تكون إلى خارج الملعب. هذا هو سيريال بيالا بكار في نفس التنفيذ رفضة التماس، تلعب الكرة من أحمد صديق نجم السابق للإسماعيلي ونادي الأهلي، محطات عديدة كانت له مع العديد من الأندية أحمد صديق. عودة مرة أخرى الآن من جانب فريق إنبي، عنده الإمكانية للعودة إنبي، عنده أكثر من خيار وأكثر من حل، إمكانية إحراز هدف التعادل واردة. من هناك لاما كولين، كرة مقطوعة لكن الميس باس كثير جدا. حتى الآن حلقة الربط بين نور السيد والمهاجمين تبدو مش في الصورة المطلوبة، وكرة عرضية صديق عرضية أحمد صديق يلعبها، ولكن التغطية حاضرة. محمد ناصف في الأمام إلى وائل، وائل فراق ينقلها وتمشي الكرة من هناك لصافي، والمتابعة من قعود تمشي لنور السيد إلى عاشور صلاح عاشور، ولكن الكرة تضيع مع الضغط اللي مارسه لاعبو فريق الداخلية على حامل الكرة بالنسبة لفريق إنبي
يجبره بالطبع أن يتخلص بالكرة بطريقة عشوائية أحيانا كما حدث في الكرة الماضية مع صلاح عاشور. سلامات لسيريال بايلا لاعب فريق الداخلية، 25 دقيقة لعب في شوط أول المباراة الداخلية، يتقدم بهدف مع مطلع الدقيقة الثانية من بداية المباراة بهدف لمحمد جمال، ويبدو أن هذا الهدف سنعيش معه وقتا طويلا طيلة 90 دقيقة من عمر هذه المباراة اللي مرت منها حتى الآن 25 دقيقة، والباقي ما زال 65. قد تأتي لنا بالجديد 20 دقيقة منها في الشوط الأول و45 دقيقة كاملة في الشوط الثاني، ممكن تتغير الأمور وتختلف الأوضاع بالنسبة لهذه المباراة، ولكن مع التجربة ومع المباريات السابقة الثمانية اللي خاضها فريق الداخلية، الفريق الداخلية عندما يكون المبادر من الصعب أن يخسر، هو ما خسرش طبعا، لكن عندما يسجل الأقرب أن ينهي المباراة لصالحه. حدث كما قلت مثال في مباراته أمام المقصة في استاد الفيوم، المقصة قدم مباراة رائعة وضيع فرص بالجملة، ولكن الابتسامة والضحكة التي دائما تستمر مع من يضحك أخيرا وهو سيستمر كثيرا. وفي المقابل كان المقصة نذم على ضاعة كثير من الفرص تلك المباراة أمام الداخلية اللي خطف المباراة وخطف أهم ثلاث نقاط وأمام صراع كبير. واليوم سيبقى ربما فريق الداخلية وعلى الأرجح إذ لم يكن لإمبي كلام آخر بأن الداخلية سيبقى الفريق الوحيد اللي في الدوري لم يتعرض للخسارة في حالة فوزه اليوم على فريق إمبي. إمبي والداخلية حتى الآن، حتى قبل طبعا هذه المباراة، كان هما الوحيدين اللذين لم يتعرضا للخسارة. كل الأندية المقصة خسر من الداخلية وهي الخسارة الوحيدة، والمصري خسر والزمالك خسر والسموحة خسر والأهلي خسر، كل الأندية خسرت في الدوري باستثناء هذين الناديين. حتى الآن الداخلية متقدم، وربما الداخلية سيظل هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة. لا نسبق الأمور، الدقائق كفيلة بالرد على كل هذه التساؤلات. الداخلية عنده مباراة مؤجلة مع نادي الزمالك من الأسبوع الخامس، مباراة مقبلة ستكون أمام اتحاد الشرطة، مباراة ديربي داخلية واتحاد الشرطة، وأيضا بعدها ستكون المواجهة الصعبة في ظرف أسبوع، سيتقابل مع الشرطة ومع ذلك مع المصري البورسعيدي بقيادة التوأم، ثم سموحة، ثم الأهلي، ثم وادي دجلة، ثم أسوان المزعج والإنتاج الحربي، ومن ثم يلعب مباراته المؤجلة أمام نادي الزمالك. هذه بالنسبة للاستحقاقات القادمة بالنسبة لفريق الداخلية، هي كلها مباراة كؤوس تحتاج إلى العامل البدني مع ضغط المباريات، والأمور أكيد لن تكون سهلة ولن تكون هينة على فريق الداخلية الذي يسعى للوصول إلى أفضل النتائج ويحافظ على مركزه في الدوري، بحكم أنه الفريق الأقل إضاعة للنقاط في المباريات الملعوبة. تعود مرة ثانية كرة تحول إلى خارج ملعب، هذا عاشور، إمبي غير مقنع في الأداء، الداخلية فارض الأسلوب فارض الإيقاع بعد الهدف في سيناريو لم يتوقعه أكيد هاني رمزي، وأيضا لم يتوقعه نفسه على عبد العال، هذا شيء ربما متوقع لهذا السيناريو أن تسجل في بداية والأمور تنصف لمصلحته. في مثل يقال دائما في الكورة، كل مباراة وظروفها، وظروف المباراة الآن مع بدايتها تنصف لصالح نادي الداخلية وتعطي المؤشرات مع الأداء اللي عشناه، وتعطي كل هذه الأمور بأن الداخلية ربما المباراة تكون في صالحة، إلا إذا كان لإمبي كلام آخر غير من أدائه وشكله وفعل
أكثر وكان أكثر جرأة وأكثر فاعلية من النواحي الهجومية. رمية جانبية أو في فاول من إشارة من حكم المباراة، هل يكون الحل من الكرة الثابتة في ظل غياب النجاعة، في ظل غياب الصحوة والجرأة من جانب هجوم فريق إنبي اللي كما قلت يمتلك لعناصر مميزة، قعود وفراق ولامن كولين وعاشور. إذن الفاول، التنفيذ هنا أشوى اللاعب محمد ناصف، الأشوى اللي حولها من هناك، التغطية تكون من فوزي، انطلاقة سريعة ولكن الكرة إلى خارج الملعب. نصف ساعة من شوط الأول للمباراة، يحيى نور السيد، تلعب من صافي، ترجع الكرة بالرأس من منصور، عودة إيجيبتور، سيريال بايلا في الأمام بالرأس، بريم يحيى، نور السيد، المس باس كثير على اللاعبين فريق إنبي، انطلاقة حسام حسن، واحدة اثنين مع عمر مرعي، في النهاية تصل عند عبد المنصف. هذا هو حسام حسن، عبد المنصف، رامي، أحمد صديق اللي أمامنا، رامي صبري كابتن نادي إنبي، تحضير بطيء جدا، الكل ينتظر من يلعب الكرة. بالطبع نور السيد، يحيى، إبراهيم يحيى، صلاح عاشور، أيضا التمريرة يقطعها مرعي، المس باس بالجملة، الأخطاء في التمرير بالجملة بالنسبة خاصة لفريق إنبي في نصف ساعة، هذه الأمور تعيق تماما إنبي وتجعل الطريق متاح لفريق الداخلية. هذا الأداء يريح الداخلية كثيرا. حسام حسن، ويتابع فيه سالم صافي، حسام حسن من هناك يحاول مع هذه الكرة لكن مقطوعة في النهاية، موجهة المساعدة، انطلاقة مرة أخرى سريعة والتمريرة ممكن لاماكولين، هي أوه، كرة مرتدة والتمريرة الأجمل لفريق إنبي في الشوط أول، وانقض عليها فوزي أحمد فوزي، كرة لاماكولين. في المتابعة نشوفوا الإعادة، عاشور لعب بيانية ولا أحلى، ولاماكولين ولا أروع من الانطلاقة، ضرب فيها ظهيري فريق الداخلية، وهذه الكرة الأخطر لفريق إنبي بعد مرور 32 دقيقة لعب، ولعب شوف الكرة طولت منه لاماكولين، ولكن سرعة انقضاض واضحة ممتازة كانت لأحمد فوزي، انقض بكل شجاعة وإصرار على هذه الكرة اللي أنقذ من خلالها مرمى الداخلية. الكرة الأخطر على مرمى الداخلية، والكرة اللي ربما التمريرة السريعة كما قلت، الحل الفردي وتمريرة وسرعة التمرير شاهدناه من خلال هذه كرة معاكسة تماما، ضرب فيها خضار فريق الداخلية لكن مرت بسلام على الداخلية، وإنبي أكيد سيحاول مع هاني رمزي، هذه الملامح الواضحة من خلال هذا الوجه تدل على أنه غير راضي تماما على الأداء اللي يؤدي فريقه في النصف ساعة اللي مرت، ونحن نعيش اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول، وندخل في الدقيقة 35، إسقاط الكرة طبعا حكم المباراة الدولي شريف رشوان، كرة مع استناف مع أحمد فوزي، يلعبها أي كلام أحمد فوزي، وايل يلعبها، هذه كرة كانت أن تكلف أحمد فوزي ولكن كانت بعيدة من وائل فراق، تذهب لضربة مرمى، هذا هو فراق، ضربة مرمى، أحمد فوزي تمشي الكرة مرة ثانية، والمتابعة الآن نور السيد،
التمريرة السريعة والانطلاقة من هناك وكرة خطرة قعود يحاول وكرة يلعب عرضية ربما هي ومحاولة ربما تأتي بالجديد والتعادل. نعم أخيرا يسجل إمبي. الله جول 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 جول. في هذه المحاولة ضغط إمبي كشر على أنيابه وجاء الهدف أخيرا في هذه اللحظات مع الحلول اللي يمتلكها في الهجوم صلاح عاشور اللي يسجل هدف التعادل والفرحة بالهدف التعادل في الدقيقة 35. قعود لعبها حلوة وشوف المتابعة وشوف المرة الأولى هنا عاشور ولاما كولين فتات الكرة وفي النهاية تصل عند محمد ناصر اللي صوبها واللي لعبها ووجدت المتابعة من صلاح عاشور ليعدل النتيجة ولتتساوى تكفى والأمور ما فيش حد أحسن من حد ويتعادل إمبي في هذا الوقت. وبالطبع هذا الهدف أكيد يسخن المباراة أكثر وإمبي كما قلنا عنده الحلول الهجومية كبيرة جدا. ينجح صلاح عاشور في إدراك التعادل، واحد الداخلية واحد إمبي. عمرو مرعي طالب بخطأ، الحكم ماذا يقول؟ لا شيء. ترجع الكرة الآن للاما كولين، لعيب خطير لاما كولين، ينقلها من هناك إلى قعود يحاول يمر. ترجع الكرة من أجيبتور إلى سيريال بايلا، بايلا إلى منصور، محمود منصور ينقلها ومتابعة لحسام، حسام يأخذها بشكل حلو. اوبا جول 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 جول. الله 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 الله، ما الذي يحدث؟ رد سريع من الداخلية على هدف التعادل لإمبي بالثاني. هنا مرعي يسجل والكرة ولا أحلى، وشوفوا هنا محمود منصور كرة المنصور يلعبها بينية ممتازة واستقبال رائع للمهارة. هنا حسام حسن خضع فيها يحيى وراوغ يحيى بالطبع في هذه الكرة وباعوا بعشين الحقيقة ولعب الكرة العرضية وإثر المتابعة الممتازة رغم محاولة عبد المنصف لكن فاتته الكرة رغم لمسته الخفيفة. وعمر مرعي يسجل إثر هذه المتابعة الجيدة هدف الثاني في الدقيقة 37. الداخلية يعود من جديد للتقدم، الفرحة لم تدم طويلا بالنسبة لإمبي بهدف التعادل 2-1. أكيد مباراة تنسينا مباراتي اليوم، مباراة الظهر والعصر بالطبع، مباراة التي الأولى بين سموحة وأسوان 0-0 والمصري والإنتاج 0-0. 3 أهداف في 37 دقيقة، منها هدفين في ظرف دقيقة ونصف في ظرف دقيقتين. الأمور بالطبع لازال ممكن فيها أكثر في هذه المباراة اللي تبشر بأن الأهداف ستكون حاضرة وبقوة. صلاح عاشور في التنفيذ يحول كرة طويلة ولكن تمر بسلام على مرمى الحارس أحمد فوزي. ضربة مرمى 2 الداخلية 1 إمبي في هذا الشوط اللي فيه السيناريو تغير. في المرة الأولى سجل الداخلية بعد ذلك عدل إمبي، يعود للداخلية بمهارة حسام حسن وبمتابعة وتألق عمرو مرعي اللي كان لعب دور كبير في الدور في الهدف الأول اللي سجله محمد جمال وأيضا سجل الهدف الثاني. سلامات لحسام حسن كان صاحب الأسيست للهدف الثاني، هذا محمد جمال صاحب الهدف الأول. الحكم المباراة شريف رشوان يطالب بدخول المسعفين لحسام حسن لاعب فريق الداخلية. هذا هو أجيبتور مانويل. 6 دقائق الأخيرة على نهاية المباراة في شوطها الأول. أحمد صديق وتعليمات شاهدناها أيضا من المدير الفني علاء عبد العال. الحكم يامر بستناه في اللعب. أحمد فوزي، طويلة من أحمد فوزي، من هناك يبعدها رامي. وفي فاول، تدخل اللي كان من وائل فراق على إيمانويل إيجيبتور في هذه الكرة.
تلعب الكرة طويلة من حسام عبد الجواد وتمشي الكرة من سريال بيلا، مقطوعة الآن من ناصف. صلاح عاشور صاحب هدف فريق إنبي. محمد ناصف يحول الكرة طويلة، متابعة من محمود منصور. تماس للداخلية هنا في استاد كلية الشرطة بالعباسية الذي يحتضن هذه المباراة. كما قلت الداخلية المباراة القادمة ستكون مع اتحاد الشرطة، بعدها مع نادي المصري. مواجهتين مهمتين، بالرغم من اتحاد الشرطة أيضا لم يحقق الفوز في الدوري في هذا الموسم بعد 7 مباريات بالنسبة لاتحاد الشرطة، أسوأ بداية تكون له عكس الحال اللي كان عليه اتحاد الشرطة الموسم الماضي. الأمور اختلفت تماما بين اتحاد الشرطة والداخلية. الداخلية عانى كثيرا الموسم الماضي، ولكن الشرطة كان الأفضل. والموسم هذا الشرطة يعاني، اتحاد الشرطة والداخلية البداية الأفضل تاريخيا له. وهذه كرة ولا أحلى ولا أجمل، وانطلاقة من هناك بكار 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 ومعه لاماكولين، ولكن في النهاية كرة تذهب إلى خارج الملعب. الدقائق 4 الأخيرة على نهاية الوقت القانوني لشوط المباراة الأول. تمشي الكرة الآن عند رامي صبري. محمد ناصف يمشي بها، محمد ناصف انطلاقة من هناك وفي تدخل. هذا هو صلاح عاشور. صلاح عاشور الدقائق 3 الأخيرة. صلاح عاشور تلعب الكرة طويلة، متابع محمد جمال. الأقرب لها الآن بريم يحيى، رجحها للخلف عند محمد عبد المنصف. في الأمام من عبد المنصف باتجاه لاماكولين، لكن التشتيت والمتابعة تكون أحمد صديق. مرعي وفاول، خطأ لإنبي. يحاول إنبي أن يعدل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول. هذا لاماكولين لعيب خطير جدا. محمد ناصف كرة طوى عرضية من ناصف، التعادل. وهي كرة التعادل ضاعت على إنبي، كرة عرضية حلوة من خلال محمد ناصف ولكن تمر بسلام على مرمى فوزي. تمشي الكرة من هناك سريال بايلا، مقطوعة من بايلا، تعود مرة ثانية، انطلاقة من هناك قعود نور السيد. صلاح عاشور، رامي صبري، نور السيد. سالم صافي، قعود، كرة مقطوعة، نور السيد مرة ثانية يخلصها. إبراهيم يحيى تعود لنور السيد. سالم صافي، محمود قعود إلى الخلف، نور السيد يبحث عن حلول فريق إنبي. نور السيد تحضير في بطء. رامي صبري، نور السيد مرة ثانية، طويلة من نور باتجاه قعود بالرأس، وحسام عبد الجواد يبعدها ورمي التماس لإنبي. سالم صافي، يلعبها داخل منطقة الجزاء، رمي التماس، هناك قعود يحاول يبعدها أجيب تور. تعود الكرة سريعة من حسام وتمشي الكرة مرة ثانية، يحاول المرور من خلالها محمد جمال لكن مقطوعة، وفي النهاية هنا حسام حسن، مقطوعة من أمامه أيضا، يبعدها حسام عبد الجواد. سلامات لحسام حسن لاعب فريق الداخلية. وحكى المباراة يضيف 3 دقائق كوقت بدل ضايع، حكم الدولي شريف رشوان. كما لاحظنا أحمد صالح الحكم الرابع من خلال اللوحة الإلكترونية الذي يظهر 3 دقائق كوقت بدل ضايع
في شوط أول لهذه المباراة، واللي شهدت سيناريو 3 أهداف بدأه في الدقيقة الثانية بالنسبة لفريق الداخلي، هدف لمحمد جمال، وعدل فريق إنبي في الدقيقة 35 بواسطة صلاح رشوان، وبعد ذلك يعود الداخلية في الدقيقة 37 بهدف لعمر مرعي لنادي الداخلية. 2-1 شوط أول من أحداث هذا اللقاء، ونلعب في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضايع. الداخلية يتقدم على إنبي، هل يكون الفوز الأول للداخلية في تاريخ مواجهات مباشرة مع نادي إنبي، حيث لم يسبق للداخلية أن فاز على إنبي في الدوري العام. فيما سبق في المواجهات الخمسة السابقة فاز إنبي 2 وتعادل كان حقه 3 مرات. هل يحقق الفوز الأول يكون تاريخيا على إنبي بالنسبة للداخلية؟ سنتابع، هناك سيناريو قادم أكيد شوط ثاني. إنبي يحاول بالطبع لا يرمي المنديل ويحاول أن يصل إلى مراده، وعلى عبد العال يعلم بأن الوضعية لازالت ليست آمنة، وكل شيء ممكن أن يتغير بين اللحظة والأخرى. وتذهب الكرة الآن إلى ضربة ركنية لإنبي في هذه الدقائق الأخيرة من الوقت البدل الضايع من شوط المباراة الأول. الدقيقة ونصف المتبقية، التنفيذ الآن، صلاح عاشور صاحب هدف إنبي. الفرصة الأخيرة لإنبي في هذا الشوط الأول لإدراك التعادل. الحكم يطالب بوضع الكرة في مكانها الصحيح. عاشور، صلاح عاشور في التنفيذ الكورنر، وتنفذ من هناك ويبعدها طبعا أحمد فوزي، وتحصل على الفاول. خطأ لأحمد فوزي الحارس كما قلنا الأفضل في الدوري حتى الآن. أحمد فوزي شباكه استقبلت فقط هدف واحد في أو هدفين في هذه المباراة التاسعة، في قبل هذه المباراة كان هدف واحد، واليوم يكون الهدف الثاني في مرمى الداخلية في المباراة رقم 9 بالنسبة للداخلية. أحمد فوزي كرة أمامية مرة ثانية تعود، والمتابعة تكون من هناك ناصف ومحمد جمال، وتصل عند مرعي، عمر مرعي يلعب الكرة باتجاه قيالة وحالة تسلل. الراية مرفوعة من المساعد الأول أحمد عطية، والتسلل على سريال بايلا. مرة ثانية كرة مع فريق الداخلية، وفي هذه اللحظات يصفر الحكم الدولي شريف رشوال عن نهاية الشوط الأول للمباراة. الداخلية 2-1. مشاهدينا الكرام، لقاؤنا بكم يتجدد بمشيئة الله في شوط المباراة الثاني إن شاء الله. بعد الفاصل إلى الاستوديو التحليلي مع الكابتن حازم إمام ونجوم التحليل الكابتن كرامي، الكابتن ياسر رضوان، والكابتن أحمد بلال، فكونوا معنا. 4 وخسر في 2 ولم يتعادل، والأهلي على فكرة الفريق الوحيد في الدوري لم ينهي أي مباراة من المباريات الستة اللي خاضها بأي تعادل. إذن حكم المباراة شريف رشوان يطلق صافرته معلنا على بدء الشوط الثاني لأحداث هذه المباراة. مشاهدينا الكرام، الداخلية يتقدم على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد هنا في استاد كلية الشرطة بالعباسية، معقل طبعا نادي الداخلية في إطار هذه الجولة العاشرة. لا تغيير يذكر على تشكيل الفريقين كما يبدو لي، لا على بالنسبة للمدرب على عبد العال مدير الفني للداخلية، ولا على الكابتن أيضا مدير الفني لنادي إنبي هاني رمزي. أذكر بتشكيل فريق الداخلية: أحمد فوزي لحراسة المرمى، جهاد جنيدي رقم 24، حسام عبد الجواد رقم 7، رجب بكار رقم 2، محمود منصور 19، سريال بايلا 31، إيمانويل إيجبتور 25، أحمد صديق 8، محمد جمال 20، حسام حسن 13، عمر مرعي 9. أما بالنسبة لفريق إنبي، عبد المنصف لحراسة المرمى، رامي صبري 8، إبراهيم يحيى 4، سالم صافي 18، محمد ناصف 16،
صلاح سليمان 6، نور السيد 14، صلاح عاشور 10، لاما كولين 21، محمود قعود 20، وائل فراج رقم 19. هذا بالنسبة للتشكيل الفريقين. هذه كرة تعود مرة ثانية والمتابعة من هناك تمشي لصالح فريق الداخلية. هذه المحاولة والباصة والتمريرة وفي النهاية تكون عند الحارس أحمد فوزي. مشوار كما قلنا لن يكن سهلا، سنملال لكل الأندية في هذا الدوري اللي مترقب تزداد الإثارة بتاعه وأيضا تشويقه في مراحل والجولات المقبلة، وخاصة بأن الجولة المقبلة ستنطلق يوم الاثنين والثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء، وبعدها الجولة 12 أو جولة 12 ستبدأ السبت بعد القادم، أيضا منافسة قوية جدا. في الجولة 11 فيها المقصة سيواجه اتحاد اسكندري في استاد الفيوم، وبتروجيتها مع الزمالك في استاد السويس الجديد يوم الاثنين في 5:30. شاهدوا هذه الكرة الآن للاما كولين، تمشي الكرة من هناك والمتابعة ويحاول رامي طالب بلمسة يد. هل هي لمسة يد أم ماذا؟ هاني رمزي شاهدنا الرياكشن متاعه من خلال الكرة الماضية. عموما بالطبع شريف رشوان غاضب تماما ويقول بأن الكرة لم تلمس عبد الجواد في الكرة الماضية لطالب بلمسة يد. هاني رمزي مدير فني لفريق إنبي شاهدنا احتجاجه على عدم احتسابها، لكن الصورة مش واضحة اللقطة الحقيقة، ربما كانت لها إعادة سنتابعها. يا سلام عليك يا قعود وعلى هذه المراوغة الجميلة من هناك. المتابعة عاشور ممتاز ممتاز، التغطية الرائعة اللي تكون من قبل أحمد فوزي. كورنر 4 دقائق في شوط المباراة الثاني في هذه المباراة. صلاح عاشور في تنفيذ الكورنر، إنبي في رحلة البحث عن هدف التعديل في هذه الدقائق من المباراة. صلاح عاشور في التنفيذ يلعبها بنفس الكيفية المعتادة اللي رأيناها في الشوط الأول، وتمشي الكرة مرة ثانية ناصف وفاول. إنبي بادي بداية ضاغطة مع هذه الدقائق الأولى من المباراة مشاهدينا الكرام، على مرمى أحمد فوزي وعلى دفاع فريق الداخلية، وكرة أكيد الكرات الثابتة. إنبي عنده الحلول، عنده إمكانيات ممتازة في لاعبي وائل فراج وصلاح عاشور ولاما كولين ومحمود قعود في المنطقة الأمامية، ومن خلفهم خاصة محمد ناصف من الرواق والجبهة اليسرى، ومعه نور السيد كلاعب أيضا مميز في التسديد من بعيد والكرات الثابتة. كرة خطيرة وفرصة قد تأتي بالجديد. صلاح عاشور ونور السيد، من سينفذ هذه الكرة بالطبع تشكل خطورة كبيرة على مرمى فريق الداخلية. صلاح عاشور أم نور السيد، من سيلعبها؟ شاهد صلاح عاشور، صلاح عاشور يلعبها مباشرة ولكن بعيدة على مرمى أحمد فوزي. هذا هو صلاح عاشور مسجل الهدف فريق إنبي في هذه المباراة. قلت الجولة 11 فيها تنطلق المباراة يوم الاثنين، مصر المقصة مع الاتحاد استاد الفيوم في 1:30، وأيضا يوم الاثنين في نفس اليوم بتروجيت سيستضيف نادي الزمالك في استاد السويس الجديد في 5:30، ويوم الثلاثاء سموحة الانتاج الحربي في استاد اسكندرية في 5، والأهلي أسوان في استاد بيترو سبورت في 8:45 يوم الثلاثاء 29 ديسمبر، وأيضا يوم الأربعاء 30 ديسمبر اتحاد الشرطة الداخلية استاد كلية الشرطة في 2:30، أيضا الأربعاء تكون غزل المحلة طلاعة الجيش في استاد غزل المحلة في 2:30، المصري مع المقاولون العرب في استاد إسماعيلية في 5، ووادي دجلة أيضا في نفس التوقيت في استاد الدفاع الجوي يستضيف حرس الحدود، ويوم الأربعاء كذلك إنبي الإسماعيلي في استاد بتروسبورت في 8:45 في ختام لقاءات الأسبوع 11. إذن تماس
عودة مرة ثانية الكرة الآن، محاولة فريق إنبي لكن تشتت. نور السيد للوراء، رامي صبري يحاول نقلها طويلة باتجاه سالم صافي، ما تمكنش صافي من الوصول إليها. هذا هو صافي، واحدة اثنين، عمرو مرعي، أحمد صديق، هذا رقم اثنين بكار، ناصف ينفذ ضربة التماس، تعود من نور إلى رامي صبري، إبراهيم يحيى، طويلة من إبراهيم يحيى، يتابع عجب تور، تنقل الكرة سريعة من محمود منصور، انطلاقة من مرعي، يحاول مرعي ومتابعة من يحيى وأيضا صبري، فاول لصالح إبراهيم يحيى. هذا هو عمرو مرعي، شكل إزعاج كبير لدفاع فريق إنبي اليوم، تعب كثيرا رامي صبري وإبراهيم يحيى. بالنسبة لعمرو مرعي اللي أمامنا الآن في الصورة، اللي كان وراء الهدف الأول اللي سجله محمد جمال، وسجل الهدف الثاني اللي صنع له الكرة حسام حسن. محمد جمال، أحمد صديق، أجيب تور، أحمد صديق باتجاه بايلا في الصافرة والتسلل على بايلا في هذه الكرة. هنا أحمد صلاح المساعد الثاني لحكم المباراة، عبد المنصف في تنفيذ الركلة الحرة الغير مباشرة، طويلة من عبد المنصف في الأمام ولكن قعود والرأسية إلى خارج الملعب. هل يتمكن إنبي من إدراك التعادل؟ كل شيء وارد في هذه المباراة، لكن الداخلية فريق صعب المراس، متشبث بالنقاط الثلاثة وسيقاتل من أجل المحافظة على هذا التقدم في هذا اللقاء. أحمد فوزي عنده دوافع كبيرة جدا ويرى بأن في انفراده بالصدارة، وكورة الثالث، كورة خطيرة لفريق الداخلية في هذه اللحظات من أحداث شوط المباراة الثانية، 10 دقائق من أحداث شوط الثاني. واحدة اثنين، مقطوعة الكرة تمشي للاما كولين الخطير، لاما كولين يهيئها مرة ثانية في انطلاقة لصلاح عاشور، يحاول يمررها وتصطدم بوائل فراق وتنشال الكرة إلى خارج الملعب. ما زال هناك متسع من الوقت، 35 دقيقة، كل شيء ممكن فيها أن يحدث، ممكن أن يعود إنبي، ممكن أن يسجل، وممكن الداخلية أيضا تسجل، كل الاحتمالات واردة بشكل كبير في هذه الدقائق من الشوط الثاني للمباراة. نور السيد، ترجع الكرة للوراء، عبد المنصف ويجد الصعوبة الحقيقة مع الضغط اللي مارسوه لاعبو فريق الداخلية على لاعبو فريق إنبي. قعود، شوفوا وين موجود، تعرفوا بأن الضغط اللي مارسوه لاعبو فريق الداخلية، كرة متحول من يحيى إلى ناصف، محمد ناصف إلى نور السيد، صلاح عاشور، رامي صلاح، تمشي الكرة لإبراهيم يحيى، إبراهيم يحيى إلى نور السيد، نور لاما كولين، ناصف، نقلت لاعبو فريق إنبي، ناصف يا سلام إلى عاشور، وكرة عرضية لكن ممتازة في التغطية تكون من حسام عبد الجواد، ورمية تماس، نور السيد، رامي صبري، نور السيد، متابعة من هناك من صلاح عاشور، وفاول وخطأ لصلاح عاشور، يتر تدخل إيمانويل أجيب تور ليلعب دور بطولي في وسط الملعب كديفندر ممتاز،
في وسط ملعب بالنسبة لفريق الداخلية إيمانويل أجبتور، أكثر لاعب قطع الكرات من لاعبوه فريق إنبي، وبوز وأفسد هجمات على إنبي، وفي صافرة وخطأ يبدو. نعم، حكى المباراة، يوجه ربما كلمات إلى صلاح سليمان، لكن يبدو هناك الراية مرفوعة في الكرة الماضية وحالة التسلل. أحمد فوزي، نور السيد، قعود، محمود قعود، حسام حسن ممتاز جدا في جوانب الدفاعية، مهارة عالية جدا بالنسبة لحسام حسن. سيريال بايلا، إصرار واضح للاعبي فريق الداخلية المحافظة على هذا الفوز، إن الفوز يعني الكثير بالنسبة لهم، شكل ضغط آخر على أندية أخرى في الأندية التي تسعى للملاحقة، والضغط على الداخلية الذي لو فاز في هذه المباراة سيحلق وحيدا ويغرد وحيدا في الترتيب العام. لاما كولين يغادر في أول تغيير في الدقيقة 58، وأحمد رفعت في هذا التغيير لإمبي، وأيضا يرد على عبد العال على تغيير هاني رمزي، أحمد رفعت مكان لاما كولين، وأيضا ثمانية أحمد صديق يغادر، ويدخل إسلام عبد النعيم مكان أحمد صديق في هذا التغيير الأول في نفس التوقيت، الدقيقة 58 من عمر المباراة، دقيقة 13 من الشوط الثاني. هذا هو أحمد صديق، أدى مباراة طيبة وأدى دور ممتاز ليلة 57 دقيقة للعبهم. عودة الآن عاشور، كرة تقطع وتعود، هناك لاعبين وقع على الأرض، حكم طمن على سلامتهم، لم يوقف اللعب بعد، في لاعبين واقعين على الأرض، عبد المنصف يلعبها، سالم صافي لابد يخرج الكرة أو ماذا، الحكم يقول أي شيء في هذه الكرة يلعب، يقول بالنسبة شريف رشوان خبرة حكم دولي. عموما غضب واضح من حسام عبد الجواد، لكن واضح خبرة شريف رشوان حكم الدولي لهذه المباراة. محمد ناصف، كرة الثابتة هل يجد في حل، وهذه كرة خطيرة من جانب فريق إنبي، ساعة مرت من عمر المباراة وأمام إنبي نصف ساعة أو 30 دقيقة قادمة، وهي كثيرة أكيد، وهذه كرة ملعوبة والتعادل. نعم، جول يفعلها قعود، قعود 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 يسجل هدف التعادل في الدقيقة 60، محمود قعود يعدل النتيجة 2-2 في هذه الأثناء. الكرة الثابتة وجد الحل من خلال الكورنر، شوف الكرة رفعها محمد ناصف، والارتقاء الرائع الذي كان من محمود قعود، عنده لاعبون يخلصون في أي لحظة، ها هو قعود والارتقاء يحط على يمين أحمد فوزي، مسجلا هدف التعادل، إنبي 2 والداخلية 2، ولازالت أيضا الفرحة حذرة والترقب للثلاثين دقيقة، قد يصل إلى أكثر من ذلك إنبي في هذه المباراة. عموما شيء الأجمل، 4 أهداف في هذا اللقاء، 2 الداخلية 2 إنبي، انطلاقة من هناك تمشي لقعود الخطير، محمود قعود صاحب الهدف الثاني في الدقيقة 60 من عمر المباراة. هنا الكابتن علاء عبد العال حس ان المباراة قد تضيع منه،
مع هذه اللحظات غاضب بشكل توضحه الصورة. هدف التعادل في هذا الوقت أكيد يقول عاش وقته، الوقت مبكر يعطي دافع أكبر لفريق إنبي قد يصل إلى مبتغاه. لكن شاهدنا في الشوط الأول إنبي عدل، ولكن سرعان ما عاد الداخلية يتقدم من جديد. هل الثالثة ثابتة أم هنا إنبي يكون له كلام آخر فيما تبقى من وقت في هذه المباراة؟ من هناك سيريال بايلا، كرة مقطوعة منه يلعبها طويلة رامي صبري، حسام إلى حسام حسن، هناك حسام عبد الجواد وحسام حسن، عودة هذا وحسام حسن، تمشي الكرة في متابعة في أول لمسة من إسلام عبد النعيم اللي دخل مكان أحمد صديق. محمد جمال محاصر، يخلصها محمود منصور إلى مرعي، منصور تطول منه الكرة إلى خارج الملعب. تأثر واضح بعد عدل النتيجة فريق إنبي، من الفرق الصعبة جدا. إنبي طبعا يمتلك العناصر، عنده حلول في أي لحظة ممكن يخلقوا أي إزعاج لأي فريق، خاصة قعود ولا مكولين اللي خرج وعشور وأيضا وائل فراج. طبعا اللي دخل مكان لا مكولين هو أحمد رفعت، وش السعد كان مع أول دقيقة اللي دخل فيها أتى بهدف التعادل الفريق إنبي عن طريق محمود قعود. كرة تطول، ضربة مرمى، هذا هو صلاح عاشور، عنده حلول فريق إنبي الحقيقة. الحلول أقصدها في مهارة اللعيبة، الأسماء عند لاعبو فريق إنبي يمتلكون في أي لحظة ممكن يخلصوا المباراة لصالحهم. أحمد فوزي بالرأس من صلاح سليمان، كرة مقطوعة الآن من أجيب تور، جمال، بايلا، بريم يحيى، قعود، كرة ترجع الوراء في الأمام تعود مرة ثانية، والتغطية من سالم صافي ورمي التماس لفريق الداخلية. محمود منصور، إسلام عبد النعيم، محمد جمال مقطوع، نور السيد يأخذها، يلعبها نور السيد إلى محمد ناصف، يمشي بها محمد ناصف، لعب دور كبير في الهدفين، صنع كرة الهدفين الأول، كرة اللي لعبها عرضية واللي وضعها في الشباك صلاح عاشور، والثانية ضربة ركنية رفعها وبرأسية محمود قعود. لعب دور كبير في الهدفين بالنسبة لمحمد ناصف الأستس، اللمسة ما قبل الأخيرة. 20 دقيقة في الشوط الثاني، الباقي 25 دقيقة من عمر المباراة. في صافرة وخطأ لصالح حسام حسن، اثر هذا التدخل اللي كان من نور السيد على حسام حسن، هذا قعود صاحب هدف التعادل عبد المنصف. نراه كرة تلعب طويلة داخل منطقة الجزاء، التغطية من صلاح سليمان، ترجع الكرة منصور عرضية، لكن كرة تعود مرة ثانية في الأمام طويلة باتجاه رفعت، تمشي الكرة لعاشور، صبري، رامي صبري حولها الآن إلى يحيى، إبراهيم يحيى، صبري مرة ثانية إلى نور السيد، يمشي بها نور السيد، طويلة من نور، متابعة من فراق، كرة تنشال والتغطية من محمود منصور، يبعدها إسلام عبد النعيم، يحاول جمال، متابعة أيضا من بايلا، بايلا يلعب كرة سريعة إلى مرعي لكن الأقرب لها إبراهيم يحيى، يرجع الكرة لعبد المنصف، سريعة من عبد المنصف إلى سالم صافي، ينقلها طويلة سالم صافي، ولكن متابعة من حسام عبد الجواد، يشتتها أمامية، يتابع إيمانويل جبتور، تنشال الكرة من محمود منصور، حوار
لازال قائم بين التشتيت وابعاد الكره وعدم تحمل المسؤوليه تماما. عوده من هناك من نور السيدي، بصير للناصف محمد ناصف، كره عرضيه اوه خطيره والثالث اوه محمود قعود كاد ان يسجل ثالث الاهداف. واحمد فوزي يشوف الكره دائما رجل المباراه مان اوف ذا ماتش بالنسبه لمحمد ناصف، وكره سود تغطيه كانت من حسام عبد الجواد، ولكن قعود ما كانش السيطره عليها ولمسات الكره، وبعد ذلك بعدها فوزي الى الشباك او الى الجول. شباك نعم، جول 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 جول. الله 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 الله، يفعلوها امبي، يقلبوها ويقلبوا الطاوله على الداخليه في هذه الاثناء بالنسبه لامبي، ينجحون في احراز ثالث الاهداف. كانوا متاخرون في المرتين الاولى في الشوط الاول 1-0 1-1 2-1 2-2، وها هو الهدف الثالث. راسيه رائعه وائل فراق، ياه وائل فراق يضع الهدف الثالث، وهنا يتنفس سعداء كما نرى هاني رمزي بثالث الاهداف لفريق انبي. الامور تنصب الان وانقلبت وتصعب كثيرا. الكرة الثابتة والكورنر للمرة الثانية، سود تغطية، سود التمركز الدفاعي من جانب لاعبو فريق الداخلية، نعم على عبد العال فريقك في دفاع لكن غير منظم في تمركزه في الكرات الثابتة، واللي سبب هذه الإشكالية وبالطبع يأتي من خلالها الهدف الثالث لفريق انبي. قلبت الأمور على الداخلية في هذه المباراة، ونحن في منتصف شوط المباراة الثاني. طارق السعيد مدرب العام بالنسبة لفريق انبي مع الكابتن هاني رمزي، هذا هو وائل فراق الذي يسجل بالطبع الهدف الثالث لفريق انبي. طبعا هداف الدوري هو الغائب الأبرز لفريق وادي دجلة هو ستاينلي اللي عنده 6 أهداف، ولاعب مصر المقصة نانو بوكو اللي عنده 5، محمود كهربا الزمالك عنده 5، احمد رؤوف المصري بورسعيد عنده 4، هاني العجيزي السموحه عنده 4، ايهاب المصري الاسوان عنده 4، وايضا احمد جمعه المصري بورسعيد عنده 4، ومروان محسن اسماعيلي عنده 4، خالد امر وصلاح عاشور من اليوم. طبعا صلاح عاشور عنده على فكره بالهدف اللي سجله هو هدفه الرابع في الدوري، انضم للاربعات الموجوده في قائمه الهدافين. خالد أمر ويوسف أوباما وحسام باولو وحسام سلامة ومحمود قعود أيضا، أو دول عندهم 3 لكن محمود قعود بهدفه اليوم أيضا وصل إلى 4 أهداف. هذا اليوم انضموا لقائمة الأربع أهداف المسجلة في الدوري لاعبين من فريق إنبي، هما كما قلت صلاح عاشور ومحمود قعود اللي سجلوا في هذه المباراة. من الأهداف الخمسة اللي شاهدناها سجلوا 3 لإنبي 2 للداخلية. ضربة مرمى، الأمور تتجه الآن وتنقلب، والداخلية اللي يتلقى لأول مرة في الدوري 3 أهداف في مباراة واحدة، في 8 مباريات سابقة استقبلت شباكه هدف وحيد وكان من ركلة جزاء، تصوروا في مباراة غزل المحلة هدف سجله أسامة رجب من ركلة جزاء لفريق المحلة، وكان هذا الهدف يعني الوحيد دخل في مرمى الداخلية وفال سيء جدا على أسامة رجب اللي بعدها غاب عن مباريات فريق غزل المحلة بسبب الإصابة. هذا هو علاء عبد العال، مباراة تاخذ منعرج آخر. هل يعود فريق الداخلية؟ فريق فرط في تقدمه مرتين، الآن يبحث عن التعديل في هذه الدقائق الصعبة من عمر المباراة. 19 دقيقة متبقية أمام الداخلية الذي سيحاول الهجوم بكل الوسائل. نعلم بأن إنبي يمتلك
صلاح عاشور وقعود ووائل فراق قد يستفيد من بعض الهجمات المرتدة ويضيف هدف آخر في هذه المباراة اللي شهية التهديف مفتوحة للفريقين. وطول قامت لاعبو فريق انبي تلعب دور كبير وتزعج الكرات العرضية فريق الداخلية، ومحاولة مرة ثانية ما زالت لما فريق الداخلية إسلام عبد النعيم وتذهب إلى ضربة ركنية. كورنر للداخلية في هذه اللحظات، تنفذ الكورنر والكرة تتجاوز الخط وضربة مرمى. ضربة مرمى، الحكم يقول تثبيت الكرة في مكانها طبعا، لكن خبرة عبد المنصف يكسب بعض الثواني بعض اللحظات، ذكاء خبرة حارس طبعا. 72 دقيقة مرت من المباراة، نذكر بأن الداخلية متأخر هنا في استاد الشرطة في العباسية على أمام فريق انبي 2-3. إطار الجولة العاشرة من الدوري العام لموسم 2015-2016. صافرة وخطأ لسريال بايلا، رقب بكار في صافرة، قرار سليم كان قريب من الكرة، حكم مباراة شريف رشوان خبرة. إذن واضحة الصورة والنتيجة واضحة على ملامح على عبد العال في تغيير القادم، ماجد أنش مكان من سيكون الخيار البديل ارجع قعود بالنسبة لفريق الداخلية. إذن فاول لصالح انبي، تدخل اللي كان من سريال بايلا. البديل الآن من؟ ماجد أنش سيدخل. الإعادة، تدخل واضح من بايلا اللي تحصل على الانذار. بايلا كان تدخل فيه تدخل عشوائي الحقيقة كان من قبل سريال بايلا. هناك لاعب من انبي سلامات واقع الارض، اذا دخول طبيب فريق المسعفين. الدقائق التي تمر في احداث المباراة مشاهدين الكرام، 16 دقيقة الاخيرة المتبقية لهذا الشوط الثاني والمباراة. النقاط الثلاثة الثمينة، من سيكون صاحبها؟ من سيكون مقتنصها حتى الآن انبي؟ والنقاط تعني الكثير، وقد تكون هذه النقطة أو المباراة هذه والخسارة الأولى للداخلية نقطة التحول لبداية التراجع لقادم الاستحقاقات المقبلة لفريق الداخلية، لأن الأمور ستصعب عليه كثيرا. وسيبقى انبي الفريق الوحيد الذي لم يخسر، وهذه مباراته الثامنة في الدوري. الداخلية ذكرت مباراته رقم 9. حبيت أذكر بأن الداخلية عنده مباراة مؤجلة مع نادي الزمالك، أما فريق انبي فلديه مباراتين مؤجلتين، واحدة مع الأهلي من الأسبوع الخامس وأخرى مع وادي دجلة من الأسبوع السادس. في صافرة وخطأ لصالح حسام حسن، تغيير للداخلية الآن. محمد جمال دقيقة 30 من الشوط الثاني، رقم 17 محمد جمال رقم 20. إذن ماجد أنش مكان محمد جمال رقم 20، 17 ماجد أنش، محمد ماجد أنش مكان محمد جمال في التغيير
الذي أحدثه فريق الداخلية الكابتن علاء عبد العال يرد عليه. أيضا هاني رمزي بتغيير ثاني لفريق إم بي. إذا وائل فراج يغادر أوميت أوكري، إذا أوميت أوكري مكان وائل فراج، هذا هو صاحب الهدف الثالث، طبعا الهدف الثالث في هذه المباراة. يغادر، الكل يوجه له التحية، صاحب هدف الفوز. يصافح المدير الفني هاني رمزي، ومن ثم يصافح المدرب العام طارق السعيد. بالنسبة لوائل فراج صاحب هدف الثالث. محمد ناصف، نور السيد، تمريرة من عاشور، ترجع الكرة من هناك، بيلا مقطوعة الآن لأوميت أوكري، طويلة من يحيى، ترجع الكرة مرة ثانية لناصف، والتمرير إلى رفعت، كرة مقطوعة من أحمد رفعت، تعود مرة ثانية لفريق الداخلية. سريال بايلا، محاولات الداخلية يحاولون، هناك حسام وعلاء يطالب اللاعبو بالضغط. على دفاع فريق إمبي، كرة من هناك نور السيد. 12 دقيقة أمام فريق الداخلية لإدراك التعادل، أو أنه على موعد مع الخسارة الأولى اللي تعرض لها في هذا الموسم. تلقى من هناك، وفي صافرة من حكم المباراة. وهنا شريف، يلا طوب، هاي لطوب، انزل قعود، انزل، هاي الإعادة. ايوه صلاح، الكرة الخطيرة، مسك الناس رامي، اللي في داره نشاهد معا في ده ثلاثة في داره، كرة في غاية الخطورة، اسلام او التنفيذ، ماجد يلعب الكرة، محمد ماجد اونش داخل منطقة الجزاء، تمشي له مرة ثانية، هل يجد مبتغاه في هذه الكرة؟ في تسلل، في تسلل، ايضا التسلل على جهاد جنيدي. صلاح، تغيير الثالث والاخير في الدقيقة 33، إذا هذا هو محمود توبة رقم 12 مكان صلاح عاشور في الدقيقة 80. التغيير الثالث والأخير يكون لفريق إمبي. شاهدنا أحمد رفعت ثم أوميد أوكري ومحمود توبة، التغييرات الثلاثة اللي دخلوا مع الشوط الثاني. صلاح عاشور أيضا لعب مباراة طيبة، وخروج صلاح عاشور وخروج وائل فراج شاهدنا بالطبع ولاما كولين، هذه التغييرات الثلاثة اللي حدثت لفريق إمبي في المباراة. من هناك نور السيد يلعب دور مميز في وسط الملعب، قيادة رائعة لوسط ملعب فريق إمبي بالنسبة لنور السيد. العشر دقائق الأخيرة المتبقية مشاهدينا الكرام عبر قناة الحياة 2، مباراة الداخلية وإمبي في إطار الجولة العاشرة، والتي تستكمل مبارياتها غدا السبت 26 من ديسمبر. المقاولون العرب في مواجهة اتحاد الشرطة في استاد المقاولون، حرس الحدود في مواجهة طلائع الجيش، ووادي دجلة في مواجهة النادي الأهلي. هذه بالنسبة للمباريات الباقية من هذه الجولة العاشرة. 9 دقائق الأخيرة وإمبي في الطريق للفوز الرابع في 8 المباريات، والداخلية في طريقه تلقى أول هزيمة في 9 مباريات، لكن اللي يرفضها
هيتحقق له التعادل قبل نهاية الوقت، ولا زال هناك الوقت، وحسام حسن يلعب الكورة وخطيرة، والتعادل، كورة حلوة، والمتابعة هنا من سريال بايلا، وفرصة الهدف. شوفوا الكورة، حسام الخطير، حسام حسن الخطير يلعب الكورة العرضية والرأسية وياها بشكل حلو، كما رأينا عمرو مرعي وسريال بايلا بالراس، ولكن تمر فوق العارضة بقليل لمرمى عبد المنصف في محاولة الوصول إلى شباك عبد المنصف للمرة الثالثة. كابتن علاء عبد العال، النتيجة واضحة والأمور صعبة تبدو مع دخول أجواء الدوري، أجواء المنافسة، الأمور تصعب أكثر فأكثر في قادم المراحل، المشوار والنفس الطويل مطلوب لتكملة المشوار الصعب. دائما الوصول للقمة أسهل بكثير من المحافظة عليها. التغيير الثالث والأخير، إذن عبد الرحمن السويسي رقم 29 بدلا من بيالا رقم 31. إذن عبد الرحمن السويسي 29 مكان سريال بايالا رقم 31 في الدقيقة 83. التغيير الثالث والأخير بالنسبة للداخلية، عمرو مرعي، محمود منصور، تعود مرة ثانية الآن وائل والمتابعة لنور السيد، يحولها نور السيد إلى محمد ناصف، طويلة لمحمد ناصف، حاول متابعة أحمد رفعت وقعود، تصل الكرة سهلة، تعود مرة ثانية في الوسط، إيمانويل جبتور، إسلام أو المتابعة من أونش، وتمشي الكرة باتجاه عمرو مرعي، وتابع فيه ناصف للخلف، محاولة من رقم بكار، بكار يحول الكرة داخل منطقة الجزاء، ومحاولة ضاغطة من فريق الداخلية، يحاول من هناك حسام حسن يهيئها إلى محمود منصور، وجول التعادل. نعم جول أونش، يا سلام، الداخلية يرفض الهزيمة ويعدل النتيجة ويتمكن محمد ماجد أونش. شوف الكورة، حسام حسن ورايعة من منصور محمود منصور، وعرضية ممتازة، وعالطاير ياخذها ويحطها وتعانق شباك عبد المنصف البديل محمد ماجد أونش. ها هي يتنفس سعداء، ياه، في أصعب اللحظات المباراة، 3-3 عدلها الداخلية وفوت الفوز فريق إنبي على نفسه. لكن كل شيء في الدقيقة 85، 6 أهداف في مباراة الداخلية في هذه الواجهة، في هذه المباراة 6 أهداف، نصف دستة من الأهداف نراها في مباراة اليوم. بالنسبة للأسبوع العاشر، الداخلية 3 وإنبي 3، ترجع الكرة للخلف. في النهاية نقول التعادل عادل، الحقيقة التعادل عادل، ما فيش حد أحسن من حد، ويبقى الفريقين يحافظا على سجلهما دون هزيمة في الدوري حتى الآن، ويبقى هما الوحيدين. أما هناك هدف قاتل أو هدف ذهبي يكون في لحظات ذهبية، في لحظات صعبة في هذه المباراة. الداخلية 3 إنبي 3، مباراة بالطبع سيناريو غريب عجيب، تحولت في المرة الأولى والثانية للداخلية ومن ثم لإنبي، وهو الداخلية يعود للتعديل في هذه المرة، مرتين عاد إنبي للتعديل وتقدم لمرة وعدل بعد ذلك الداخلية. عبد المنصف، مباراة اللي بالطبع الشيء الجميل فيها الأهداف الستة اللي شاهدناها سواء للداخلية أو لإنبي، وطبعا البديل محمد ماجد أونش
اللي عاد الابتسامة على محيا علاء عبد العال بعد عدل النتيجة. حسام عبد الجواد، طويلة من حسام، طويلة من هناك إلى مرعب الراس، ترجع الكرة والمتابعة وفي تسلل، لا ترجع مرة ثانية إلى الخطير الظهير الخطير هنا الجندي المجهول فريق الداخلية محمود منصور. محمود منصور وحسام حسن وعمر مرعي من نجوم المباراة، وهذه كرة مرة ثانية خطرة بكار وخطيرة في لحظات صعبة وتسديدة ولكن بعيدة من حسام حسن نجم من نجوم الداخلية في مباراة اليوم. هذا هو حسام حسن. عبد المنصف، طويلة من عبد المنصف، تنشال وتشتت، آخر ثلاث دقائق، عودة من هناك، ما زالت المتابعة، نور السيد إلى ناصف، يمشي بها ناصف وإلى خارج الملعب رمي التماس. نور السيد للوراء، تمشي كرة طويلة وهذه المتابعة حسام، ترجع الكرة من منصور، دقيقتين على نهاية الدقيقة التسعين. مرعي، مرعي وكرة تلعب والرابع، ها جول 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 جول، ما الذي يحدث؟ ما هذه الغرابة؟ ما هذه الكرة المجنونة التي نشهدها في لحظات قاتلة وصعبة هنا في استاد كلية الشرطة بالعباسية؟ الداخلية يعودون من جديد ويسجلون، مرعي يحطها حلو ويلعبها والمتابعة في المرة الأولى، هنا الكنترول الممتاز عبد الرحمن السويسي وأكملها في الشباك بكار 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 بكار، اللي يحتاجون لاعبي فريقين بوجوده في التسلل. يحيى يقول كان متسللا، أكيد سيأخذ عليها النقاش، ولكن المساعد الثاني لحكم المباراة بالنسبة كان الأقرب هو أحمد صلاح، ولاعبو فريق انبي يحتاجون بأنه هدف تسلل، هي كانت داخلة أصلا من كرة عبد الرحمن السويسي إلى بكار، حاول التأكيد عليها لكن نتأكد كان شك أم لا، لكن عموما الهدف احتسب وانبي غاضبون ورشوان ينظر قعود. يا لها من جنون، جنون كرة القدم والسبريزة يفعلها الداخلية، سيناريو متقلب في مباراة اليوم، 7 أهداف واعتقد لم يتوقع الكثيرون، من يتوقع او لن يتوقع ولم يكن في بال احد ان تكون المباراة فيها 7 أهداف، الكل كان ربما متوقع ان يكون نفس السيناريو للمباراتين السابقتين في يوم الاصفار، لكن اليوم الحقيقة أبدعوا تألقوا نجحوا الداخلية وإنبي ويقدمونا واحدة من المباريات الحلوة في هذا الموسم، 4-3 للداخلية بهدف بكار من متابعة بكار والكورة اللي لعبها حلوة من قبل الرائع دائما عبد الرحمن السويسي في هذه الكرة الخطيرة. ناصف، ناصف محمد ناصف، فرصة الأخيرة، إنبي يعود وكورة من هناك أحمد فوزي وضربة ركنية ونلعب في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضايع. يا لها من كورة ويا لها من جنون في هذه المباراة وسيناريوها المتقلب، انقلبت على الداخلية وعادت له من جديد وانقلبت على إنبي ويبحث عن عودة للتعادل، تعود الكرة مرة ثانية، لحظات
وفي مباراة تتغير فيها الردود الأفعال والرياكشن، سواء للمدير الفني على عبد العال سواء لهاني. والله أوه روعة فوزي، وكورة عرضية، وده التعادل، التعادل، جول 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 جول. الله 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 الله. يا رامي صبري يا يرتمي على هذه الكرة، والله على التصويب الناصف، وفوزي ترتد، وإمبي لا يرمي المنديل، وإمبي لا يستسلم، وإمبي يتمكن من التعديل في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضايع. مثل المتابعة، شوف قاعود، شوف قاعود، قاعود قاعد له قاعود، ولعبها وارتدت، والمتابعة من صبري يحطها. 4-4 4-4 8 أهداف، 8 أهداف في مباراة مجنونة في الدوري العام، في مباراة مجنونة في إيجيبشن بريمير ليج، مباراة مجنونة في شوطها الثاني. 4 الداخلية، 4 إمبي، 8 أهداف. الكرة أقوال، لكن جت بالجملة في مباراة اليوم، وكرة سريعة. أوه يخرج لاعب المنصف، كرة مجنونة، ومباراة مجنونة، وشوط مجنون، وكل الجنون في لحظات القاتلة. إمبي يرد على الهدف الرابع بعد أن كان متقدماً 3-2 في آخر 10 دقائق من هذه المباراة. أصعب لحظات المباراة، مباراة رائعة جداً. التعادل أراه عادل، التعادل أراه عادل في مباراة مجنونة في البريمير جيبشن ليج في هذه اللحظة. عموماً نشاهد هذه الكرة، حسام عبد الجواد، كرة بالطبع، وهنا هاني رمزي، وهذه كرة والتسديدة، ولكن في النهاية تكون إلى الحارس عبد المنصف. إذن سيحافظان الفريقين على سجلهما دون هزيمة في الدوري حتى الآن، وباتا هم الوحيدين اللي بدون خسارة في الدوري حتى الآن. كرة تمشي عند أحمد فوزي، التعادل عادل، 4-4 في جنون غير عادي في شوط ثاني في لحظات مجنونة. ويصفر الآن رشوان في مباراة بالطبع سيناريوها رائع. وهنا علاء عبد العال، شكرا للداخلية، شكرا لإمبي، والتعادل عادل في مباراة بالطبع جنونها شاهدتها وفي ذروتها في لحظاتها الأخيرة. هو التعادل الرقم 3 للداخلية في المباراة، رقم 9، 21 نقطة أصبح في رصيد فريق الداخلية. أما إمبي التعادل رقم 5 في المباراة، رقم 8، يرتفع رصيد إلى النقطة 14. الأمور على أحسن ما يرام، والوضعية المباراة لابد أن تخرج من كل الروح الرياضية، الكل يصافح لأنهم مشكورين. شاهدنا 4 أهداف، شاهدنا التقلب، والتعادل أرى عادل في النهاية في هذه المباراة، وها هي الإعادة للهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضايع. رامي صبري كابتن فريق إمبي يعدل، 4 إمبي، 4 الداخلية، والنهاية عادلة.